عارفين دي ايه؟ دي اول لحظات لينا في الجنة، هنشوف حبايبنا اللي سابونا وهنفرح بلقائهم. فاللحظة دي بجد يهون قصادها كل متاعب الدنيا، كل أسى احنا بنشوفه، كل حزن بنمر بيه، كل موقف صعب بنتحط فيه، كل وقفة بنقفها قدام المراية ونقول أنا إحنا إزاي هنكمل؟ أنا إزاي هكمل بعد الموقف ده؟ كل ده زايل، وكل ده مش حقيقي، الدنيا دي مش حقيقية. اصبروا على كل حاجة بنعيشها وحشة، اعرفوا إن اللي جاي بإذن الله هيبقى خير، اعملوا لليوم ده وإن انتوا توصلوا للجنة، توصلوا للحظة اللي هنرتاح فيها من كل هموم الدنيا.